هلا حبايب قلبي، شو الاخبار؟ ان شاء الله كل اموركم بخير. بعرف ان انا مو بالبيت وهي مو بالعاده، والله رحت اشتريت كم شغله من الجمعيه وهيني رايح البيت. المهم اليوم الفيديو حيكون غير عن الفيديو السابق. ليش؟ اقول لكم ليش. اول سبب انه الفيديو هذا اللي حنعمله اليوم ان شاء الله انا ومحمد، اليوم الفيديو حيكون شوي بعيد عن الضحك والمزح. يعني اليوم الفيديو حيكون عباره عن تجارب علميه، طبعا يعني مو من اختراعاتنا، يعني ما منألف احنا، لا هو اشي معمول بس احنا حابين نسويه ونورجيكم. وكمان هذا اللي احنا حنسويه اليوم ما عمرنا سويناه، فهاي اشي خلاني انه افكر اني اعمله وورجيكم الرياكشن تاعي محمد كمان. وطبعا قبل ما نبلش حاب اذكركم اللي ما عمل سبسكرايب يروح عمل سبسكرايب هلا شو ناطر، عشان عيلتنا تكبر والقناة تكبر. واللي عنده اشي مهم بده يعني نسوي بالفيديو القادم يكتب بالكومنت بلو، ويلا ما راح اطول عليكم خلينا نروح. ما وعدناكم هلا اجى الوقت انه نعمل اكسبيرمنتس، فانا راح ابدا بعدين اورجيكم كل اكسبيرمنت شو بتعمل. بس قبل ما نبلش حاب اذكركم اللي ما عمل سبسكرايب يروح يعمل سبسكرايب مره ثانيه، حطلي اذكركم. انا جدا متحمس اني ابدا هالشغل بانه بعمري ما سويته، فان شاء الله لا اجيب العيد، عشان هيك قررت ايش احط. احط ايش؟ انه ايش؟ احط شرشف، انه اول مره في حياتي اسوي. فيلا نبدا. يلا اول شيء شو بتعملوا؟ بتجيبوا ورق، اوكي، تحطوه بالمي من جهتين، اوكي، ان شاء الله يزبط ان شاء الله. بعدين شو بتسووا؟ بتجيبوه تحطوه فوق، كيف؟ اهم شيء انه ايش؟ تتاكدوا ان الورق ملزق في ام التري او هذا اذا عندكم انه بالبيت البول، اوكي. بعدين الستيب الثاني جيبوا شمعه و الله جبت العلم من البدايه، نسيت اجيب الجلاس، ولازم نجيب جلاس. ما شاء الله احنا ما لحقنا نبدا وجبنا العيد. المهم مو مشكله، وهم شيء الجلاس بتجيبوه بتحطوه فوق الكاندل and you give it a good push. هتلاحظوا انه ايش؟ النار اختفى. Yeah, no shit! ضلكم شادين، خنعد 10 ثواني بعدين نشيل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. قبل ما اعمل اي شيء شو تتوقعوا صار؟ خلينا نشوف. 1 2 شلون؟ الله سيرفينج تري يا جماعه، شوفوا شو فينا نعمل. هاي فيكم تحطوا هاي وتشيلون معكم، شوفوا خلصنا من اول اكسبيرمنت. خلينا نروح على الاكسبيرمنت الثاني. اكسبيرمنت رقم 2 اللي راح اسويه هلا هو ليمون جوز انفيزبل انك، كثير سهل. الاشياء اللي راح تحتاجوها ورق على شكل الجيفت كارد، ليمون وميكرويه. هلا مو شرط تستخدم ليمون، فيك تستخدم برتقال او جريب فروت، مهم يكون سيترس. وشغله ثانيه مو شرط تستخدم كويف، انك تستخدم هير دراير كاندل، بس انا حابب اغير لانه قبل شوي استخدمت كاندل، فراح استخدم هالمره ايش؟ مكواي. المهم انه ايش؟ يكون فيه هيت. المهم ستيب رقم 1 بتجيب الكوتون وول بتحطه بالليكويد، وبعد ما تشيله بتعمل معامله القلم، اكتب اللي بدك اياه بالورق. وميك شور انه ما بتحطوا كتير ليكويد عشان ما ياخذ وقت. هلا اللي عم بعمله هلا رح يذكركم ايام المدرسه، حتقولوا اوه هذا سويناه بالمختبرات ايام الكيمستري اوكسيديشن رياكشن لو تتذكروا. والله كانت ايام اوف. هلا بيسكلي اللي انا اللي عم بكتبه هلا ما كتير واضح، ما رح يبين معاكم.
زي ما انتم شايفين انا كتبت وخلصت بس مو مبين. فشو راح اعمل هلا؟ هتجيبوا المكواي بعد ما تحطوه على اقصى هيت، هتحطوه حوالي دقيقتين على الورق، وبس يخلص ارفعوه وحتلاقوا ايش الكلام مبين، وكمان اللون حيتغير حيصير ريد تو براون. زي ما قلت لكم من البداية هيو الكلام بين على الورق. انا كتبت موماد، موماد هو اسم القناة تاعتنا. هلا تنسى تعمل سبسكرايب للمرة المليون. هلا النصيحة للشباب او لاي حدا من الناس، يعني حاببكم 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 انكم تسووا هالشغلة as a gift. مثلا بدك تكتب رسالة، بدك تكتب whatever تهدي لصاحبك او عز صديق او صاحبتك، وبس والله خل نروح الاكسبيرمنت الثالث. الاكسبيرمنت والاخير اللي حامل اليوم هو ايش الاكسبيرمنت والاخير اللي حامل اليوم هو الايس اكسبيرمنت. كتير سهل، ثلاث اشياء راح تحتاجوه: ثلج، مي، وصحن. الستيب الاول شو بتعملوا؟ بتحطوا ايس بالصحن زي ما انتم شايفين. والستيب الثاني، هلا المي احنا لازم نحطه بالفريزر for 2 hours 45 minutes to 3 hours. حطيناه هلا طلعناه، شو بنعمل بعد ما تطلعه؟ You gotta tap it once. نعمل له اوكي. You tap it once، بعدين شو بتعمل؟ بتحط المي في الايس. هلا الايس شو مفروض يصير؟ مفروض الايس يكبر 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 يكبر. اوكي خلينا نشوف اذا ما زبط ممكن ما يضبط. This is one of the failures for today. اعذروني، المفروض الايس يكبر وانا مو عارف ليش ما عم يكبر. فانتوا لازم تقولوا لي وين المشكله وتكتبوا لي بالكومنت. وزي ما انتم شايفين الاكسبيرمنت الثالث ما زبط. اضطرت بالاخر اشرب المي. المهم حبيت بس اورجيكم من ثلاث اكسبيرمنتات اللي عملتهم، ان شاء الله يكون عجبكم. وقولوا لي رايكم بالكومنتس، وقولوا لي مين احسن، الاول ولا الثاني؟ الثالث سيبوه لانه عارف انه ما زبط، وكنت عارف من البدايه انه ما راح يزبط لانه نادرا نادرا هالاكسبيرمنت بيزبط. وبس والله خلينا نروح نشوف محمد شو عم بيعمل. ويلا شباب جبنا لكم فيديو جديد، وزي ما العماد انه فيديو راح يكون غير عن جميع الفيديوهات. الفيديو حيكون عبارة عن الاكسبيرمنت، هندوح اجيب الاغلاط وخلينا نشوف يا بتزبط معنا الموية يا مخنا الصالح يجيب نتيجة معنا. فيلا What bro what are you talking about man. رجعنا لكم فيديو حلو، جبنا الاغلاط وجبنا كل اشي منا نسويه انا وعماد. فخلينا هلا نجيب الاغلاط ونعمل اكسبيرمنت، بس مش مع حالي راح اسوي الاكسبيرمنت انا، راح يساعدني فيه. Yo guys what's up, it's me Adam and this is my bigger brother Ahmed and you're gonna do some experiments. اوكي شباب، اول تجربة تكون معنا. تذكروا اللعبة هاي اللي كنا نلعبها واحنا صغار، كنا نمسكها نكبس عليها وبعدين نكبها اطفال childhood. فهي راح نرجع نسويها. الاجريمنت راح تكون كالاتي. هلا منا كاست ماي وفينيجر وبيكنج سودا زبات وتيشو. اول اشي بنحط المي وبعد كاست ماي، واوعكم تسالوني كيف لوبة. بعدين فينيجر بنحط شوي، بعدين بنجيب البيكنج سودا بنسكر شوي، بنسكر الكلينكس بالمرة، بنحط الكيس جوا يا بالعيد. استنونا كان شو راح يصير معنا بعدين. سنعود بعد قليل. ادم كاتشر ابكر
Cool, cool, cool. So? Cool thing. Mission failed. We'll get them next time. And baking soda and zip back. يا بتنفع انه انا خلص سو هذا جايت معي كثير اوكي العلبة بروبلي This is what happened شي تشاركو لايتر بيكنج سودا وساند sugar and a spoon and this water is gonna feed for safety so I really hope I will not burn the whole house I really hope so okay first of all I'm gonna put this one here and fill this up okay we're gonna add it to the sand okay And now, I hope so, it will work, I really hope so. Okay, that's ready. Stop it. Get some help. وهيك بنكون خلصنا ان شاء الله يكون عجبكم بعرف انه بعض الاكسبيرمنتات ما زبطت بس حاولنا قدر الامكان نشرح لكم ما فيش مشاكل دائما الحياه ما بتكون عاده يعني في احيانا اوقات تيجي انت مثلا بدك تعمل شغله بس تكون كمان مخطط انه هيك 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 يصير بس بصير عكس اللي انت متوقع بس هذا مو مشكله المهم بطلنا نعرف نحكي الحمد لله don't forget to like and subscribe and add us on Instagram and Snapchat صحة وعافية مو بس والله بشوفكم في الفيديوهات القادمة